مساء الخير واهلا وسهلا بجميع المشاهدين يلي انضموا هلا لقناه ال بي سي وروتانا خليجيه حتى يتابعوا معنا حلقه اليوم من بي لايف. الفروض المنزليه بتبقى الهاجز الاكبر عند التلاميذ، فهل فعلا عم بيستفيد منها الطالب اليوم؟ هذا هو موضوعنا التربوي الاجتماعي بفقره خاصه، فتابعونا. تقنية جديدة لمعالجة مرض السرطان بكل أنواعه تقريبا، رح ندخل بتفاصيلها شو هي وما مدى فعاليتها على المريض، فتابعونا بفقرة طبية لليوم. واستقبلت مدينة طرابلس أسبوع خاص بالموضة، واليوم رانوي بي لايف رح يتزين بتصاميم نكتشفها سوا بحلقتنا. أما هلأ مين عم بيحتفل بعيد ميلاده؟ خلينا نشوف سوا. بكرة لما بيرجعوا الخيالي ترجع يا حبيبي. تحتفل اليوم بعيد ميلادها الفنانة اللبنانية العريقة فيروز، التي قدمت مع زوجها الراحل عاصي وأخوه منصور المعروفين بالأخوين رحباني العديد من الأغاني والأوبريت. راجع بعدك ما في الليل، عم فتش على المختار بعد من امبارح. وقد بدأت الغناء وهي في عمر الخمس سنوات، ولاقت رواجا واسعا في العالم العربي والشرق الأوسط والعديد من دول العالم. ما كنت بهالدني وتصيف وتشتي بدون الدنيا انسى. وهي من أقدم فناني العالم المستمرين لحد اليوم، ومن أفضل الأصوات العربية، ومن أعظم مطربي العالم، وقد نالت جوائز وأوسمة عالمية عديدة. وقد غنت فيروز لعديد من الشعراء والملحنين، ومنهم ميخائيل نعيمي بقصيدة تناثري، وسعيد عقل بقصيدة لاعب الريشة وغيرها. كما أنها غنت أمام العديد من الملوك والرؤساء وفي أغلب المهرجانات الكبرى في العالم العربي، وأطلق عليها عدة ألقاب، منها سفيرتنا إلى النجوم الذي أطلقه عليها الشاعر سعيد عقل للدلالة على رقي صوتها وتميزه. فيروز، نتمنى لك العمر المديد وأن يبقى صوتك الدافئ متربعا على عرش قلوبنا. بكرة برجع بوقف معكن، إذا مش بكرة البعد أكيد، انتو حكوني وأنا بسمعكن حتى لولا الصوت بعيد. وبكرة برجع. تحيتنا تبدا عن الى سفيرتنا الى النجوم فيروزتنا، عقبال ال 100 سنه يا رب والله يطول بعمرك، واشتقنا لها يا ريت هيك بترجع بتبين شي شوي، بتطل علينا عن جديد. وبتعرفي نانسي ما بيبدا صباحنا الا ما نسمع صوت فيروز، وهيك حتى كل المغتربين بيقولوا لك بس نسمع فيروز هيك في حنين دائما بيكون لبلدهم لبلدهم وللوطن، فالله يطول بعمرها. بنبلش باخبارنا المنوعه من حول العالم. وعرضت سلسله مطاعم الوجبات السريعه على مقدمه البرامج التلفزيونيه الروسيه المشهوره اكزينيا سوبتشاك مبلغ وقدره 1.5 مليون دولار امريكي، مقابل انه تسمي طفل المولود حديثا كينجو. وقال ممثلون عن الشركة التابعة للمطعم، إذا أقدم الأبوين على تسمية مولود كينجو رح تدفع لهم الشركة 1.5 مليون دولار سنويا حتى يبلغ الطفل سن الرشد. وأضاف الممثلون أنه كينجو هو اسم لعبة موجودة بتطبيق هالمطعم اللي يمكن تحميله على الهواتف، وأشاروا أنه هالاسم اللي بيعني الملك الصغير رح يكون اسم عظيم بالأسواق. تخيل يعني تسمية هالقد هالقد. ايه عال حلوة، حلوة كثير الفكرة، بس اقول لك رح تقبل؟ معقولة؟ انا بقول انه ما بدك الا اذا ما الا اذا التلفزيون بيدفع لها اكثر من 1.5 مليون مثلنا تبقى بتفكر فيها. بتعرفي نانسي على سيرة الاسامي، وكمان كان انه عم نحكي عن فيروز اسامينا مثل كمان الاغنية الخاصة فيها، يمكن الشيء الوحيد اللي انت ما بتختاريه بحياتك صح انه الاهل بيختاروه، فكينجو ما بعرف اذا الاسم
يعني يمكن يشكلوا عقدة بعدين، بس المبلغ حرزين، بس انه المبلغ حرزين، وغير انه حرزين تخيلي الصبي بعدين هيك قديش بس يكبر بيكون صار عنده بالبنك، هيك لازم يفكر بغيره مش مشكلة. رح ننتقل لخبر ثاني. وتمكن الطفل الفلسطيني عماد اللي فقد بصره بسبب العدوان الإسرائيلي يلي تعرض له قطاع غزة من 4 سنوات من تحقيق أحد أحلامه من بعد ما التقى سواريز مهاجم برشلونة. وبفضل هالمبادرة يلي قامت فيها مؤسسة نجاة الخيرية بالتعاون مع مؤسسة نادي برشلونة لكرة القدم، وصل الطفل الفلسطيني يوم السبت إلى المدينة الرياضية للفريق الكتالوني، حيث تم التقاط بعض الصور له مع سواريز. ويذكر أنه عماد يلي ولد بغزة فقد بصره بالكامل بإحدى عينيه و 80% بالعين الثانية. شو حلوة هالمبادرة الإنسانية من هاللعيبة ساشا. طبعا بيكون هيك كثير سعيد هالطفل بما انه حقق امنيه من امنياته وحلم وسبق من احلامه. صح، وسبق كمان اللاعب ريال مدريد كريستيانو رونالدو كمان التقى بالطفل حيدر اللبناني يلي كمان هيك كان امنيته انه يلتقي فيه. حلوه هالمبادره، فتحيه لهاللعيبه اكيد. وخبرنا التالي، دخل شاب بريطاني يدعى سايمون باري وبيبلغ من العمر 24 سنه موسوعه جينيس بعد ما حطم الرقم القياسي بأعلى أفزلة تغميس البسكوي بالشاي عن ارتفاع 73 متر. وعند القفز شبك سايمون مع صميمة الغطاس للحصول على الدقة المطلوبة بتغميس البسكوي بالكوب. وبعد نجاح أفزته قال أنه الإنجاز كان صعب وخطير بنفس الوقت، ولكن شعوره بحينها كان مدهش، خاصة بعد ما شاف أنه كل اللي عم يحضروه ويشوفوه هيك ارتسمت الابتسامة على وجوههم. هون القفزة مثل ما عم نشوفها، واو حلو، انه شيء خطير كمان اللي عم بيعمله. اكيد، بس انه هيك في اشخاص بيتحبوا بحس المغامره، ايه يعني بيتجرأوا ومستعدين يروحوا للاخير، بس لازم يضل الواحد عنده شويه عقل يفكر قبل ما يخطو أي خطوة. رح كمان ننتقل لخبر، خبر كثير مهضوم، واستضافت ألين ديجينيرس مدرسة صفوف الروضة سونيا روميرو يلي كانت جالسة من بين الجمهور الموجود بالاستوديو، ولكن كانت لها مفاجأة انه ترحب فيها ألين كضيفة بالبرنامج. وهالشيء لانه ألين سمعت كثير عن جهودها وكل شيء بتقدمه لتلاميذها، وخاصة انه 75% من تلاميذ روميرو هن من الطبقة الفقيرة. وقد ذكرت انه اهم سؤالين بتسألهم لتلاميذها كل يوم الصبح: هل تناولتوا الفطور اليوم؟ وهل انتم بحاجه للثياب؟ كما انه زملائها بالعمل قد صرحوا انه قد تبنت 2 من تلاميذها المحتاجين، واعدوا زملائها وتلاميذها تقرير مؤثر جدا ليشكروها على مساعدتها وعطائها تجاه هؤلاء التلاميذ المحتاجين. وتفاجأت سونيا وبلشت بالبكي، وكما انه ألين تاثرت كثير وما تحكمت بدموعها تجاه التقرير. وقامت ألين دفعت لها قدمت لها شيك لسونيا بقيمة 10,000 دولار تقديرا لجهودها وإنسانيتها. اليوم مع فكرة هيك أخبارنا مؤثرة جدا، مؤثرة. من أول خبر عن الطفل الفلسطيني وألين ديجينيرس، شو حلو هيك الواحد دايما يقدر الشخص. صح. يلي بيقدم أشياء ويلي هيك بيكون عنده هيك حس إنساني. نانسي، بتعرفي قديش بنتأثر نحن عادة بالأستاذ او المعلمه؟ يعني بتصور انه جيل من الطلاب يمكن هلا اللي هي معهم هالمعلمه حيتمثلوا فيها طبعا ان شاء الله على الاكيد، هيك قد ايه متاثر طبعا فيه. عم نشوف هون كيف تاثرت حتى ألين، يعني انه ألين قليل لتلاقيها هيك مأثرة بهالامور حتى الحضور. حلو هالفيديو، وهيدي كانت اخبارنا باول جزء. وبدنا نقول لكل المشاهدين بالنسبه لسؤال اليوم لحلقتنا، وهيك بتتفاعلوا معنا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي الخاصه بالبرنامج، انه بالاونه الاخيره نانسي عم تعتمد بعض الدول الى تقليل الفروض المنزليه للطلاب. خلينا نشوف شو راي المشاهدين وكمان الاهل هون تحديدا عن هالموضوع، واكيد رح نطرحه بسياق حلقتنا وبنشوف بعض الاجابات خلال الحلقه. انا قبل ما اقرا المشاهدين شو رح يقولوا،
أنا بوافق هيدا الشيء وأنا معه عن جد. يعني من بعد 6 ساعات أو 7 ساعات أو ما بعرف قديه يعني بالمدرسة درس 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 وبعدين فروض منزلية ومعروف يمكن بفتكر إنه السيستم الفرنساوي دائما هو اللي بيعطي كثير ضغط دروس عليك الشنطة وقديه ثقيلة والكتب يعني بعد ناقصهم فروض. على كل حال رح نطرح هيدا الموضوع بحلقتنا، أما هلا أول فاصل إعلاني وننطلق مواضيع لليوم ببرنامجنا، خليكم معنا. وهي ولا أفضل. عودة لمتابعة فقرات برنامجنا ومننطلق بالمواضيع وفقرة التغذية لليوم. رح نحاول نشوف مدى ارتباط غذائنا بالحيوية بفصل الشتاء مع خبيرة التغذية سالي صوايا ونشوف بعض النصائح كمان منها. أهلا وسهلا فيك سالي. أهلا وسهلا سالي، كيفك؟ ماشي الحاج، تحتلكم. نحن كمان. شو السر أنه بفصل الشتاء منحس بهالخمول وبالتعب؟ شفتي؟ لانه بيقصر النهار والشمس بتخف شوي، سو بنحس بالتعب وبالاحباط شوي، هو لانه الشمس بتخلي ماده السيروتونين تنفرز بالدماغ، وهي الماده بتخلينا نحس بالحيويه. سو مشان هيك نحن بنحس شوي بالتعب اكثر بفصل الشتاء، واكيد في اسلوب حياتي كمان بيساعد يحسسنا بالتعب، يعني قله النوم، قلة الرياضة، لأنه من قلة الخصية ما بنقعد ننزل على الجيم مثل ما كنا ننزل بالصيف، سو كل هيدي العوامل الستريس كله بيأثر على شعورنا طيب بالتعب. هل من عادات غذائية ممكن كمان تخلينا نحس بالتعب؟ إيه أكيد في 5 عادات بتحسسنا بالتعب. أول عادة إنه ما عم نشرب كفاية مي، مثل ما قلنا كمان بالشتاء. برافو. بس أنا على فكرة بشرب المي هون يعني بالتي في بالبيت بنسى اشرب. بننسى كمان بالشتاء لانه ما بتحسي بالعطش مثل الصيف، بنشرب بكميه اقل. سو مشان هيك المي هو اذا بدك مثل الخلايا تبعنا مثل السمك بيشتغلوا كثير منيح اذا كانوا موجودين بالمي، بقى كثير بتساعد على الميتابوليزم، على عمليه الايض، وبتساعد انه تحسسنا بالحيويه، لانه اذا ما شربنا كثير مي البلاد فلو او الدوره الدمويه ما بتعود كثير سليمه على الاعضاء، بتحسسنا بالكسل. وفينا ننكهها اذا ما بنحب المي كمان 100%، فينا نحط لها مزهر، موارد، عصره حامض، حيلا شيء نحن بنحبه نزيد لها اياه تنقدر نشرب تقريبا 6 ل 8 كبايات بالنهار. اوكي، هيدي اول عاده. اول عاده. ثاني عاده بنكون عم ناكل كتير
كثير حلويات او نشويات اللي لونهم ابيض، يعني مثل رز ابيض، خبز ابيض، خبز عربي او باجيت مثلا ابيض. كل هيدا الشيء اذا اكلنا حلويات كثير او باستا بيضاء كله بيعلي السكر، مستوى السكر بالدم على العالي كثير، بنحس نحن بحيويه بهيدا الوقت، بنرجع بتهبط بيهبط السكر لتحت مستوى كثير متدني، وبنحس بالتعب، بنحس بخمول، وبنحس انه نحن بدنا بعد حلو، بنحس انه كثير هبطنا الانرجي تبعنا نزل، بتستحلى الحلو كمان كثير، بتضلك جعانه وبتضل على بالك تلقمشي اكثر من الصيف. مظبوط، بالصيف بنلتهي شوي اكثر، يعني بالشتاء في عامل كمان نفسي، بس عم بحكي على هالنشويات البيضاء، مشان هيك الواحد اذا اخذ مثلا نحن دائما بنقول خذوا خبز اسمر محل خبز ابيض او برغل او حبوب شوفان مثلا الصبح، بس كرمال ليعدلوا مستوى السكر على مستوى سليم وبيعطونا طاقه لفتره اطول. طويل. اوكي. بقد ما فينا نحول على كل شيء اسمر ونتفادى الحلويات او ناخذهم بس بكميات صغيره. اوكي، ثالث عاده. ثالث عاده ما بنكون عم نغذي جسمنا بطريقه مضبوطه، في بعض العناصر اذا ما اخذناها بكميات منيحه بتحسسنا بالتعب، مثلا المغنيسيوم كثير عم نسمع، المغنيسيوم انه اذا واحد ما اخذ ومرتبط انه اذا واحد نزل مستوى المغنيسيوم عنده مرتبط بالتعب. صح. المغنيسيوم موجود بالخضار الورقيه الخضراء وموجود بالحبوب الكامله، يعني كمان بالخبز الاسمر وغير حبوب كامله، وموجود بالناتس او بالمكسرات. أوكي. مشان هيك حطيتهم عندي مثل الجوز، اللوز، جوز، اللوز، وحتى البذر، البذور، يعني البذر الكتان وغيره. ممكن ناخذه از سبلمنت او متمم غذائي المغنيسيوم ولا لا؟ فينا اللي عنده مستوى ستريس عالي او مستوى تعب كثير عالي، تشنج بالعضلات، ايام بيوصفوا لهم مغنيسيوم بيكون بالاضافه معه بي فيتامين، وسو حدا يعني بعد العنصر الغذائي غير المغنيسيوم هو البي فيتامينز، هي مجموعه واسعه من الفيتامينات بي وموجوده كمان بالحبوب الكامله وبمجموعه واسعه من الاكل، هيدي البي فيتامينز بتخلينا نستخدم الطاقه اللي بناخذها من الاكل، سو بنحس بنشاط وحيويه اكثر وقت تكون موجوده بنظامنا الغذائي. اوكي. عندنا بعد الاوميجا 3، الاوميجا 3 كمان موجود بالسمك كثير عم نسمع عنه، كمان بيساعد بعمليه الايض والحرق الطاقه السليم بالجسم، موجود اكيد بالسالمون، كمان بالجوز، بذر الكتان، تشيا سيدز، وبالبقله مثلا التونه المعلب كمان ممكن تاخذي نفس الفائده الغذائيه مثله مثل السالمون ولا لا؟ لا، التونه از ا جود بروتين سورس يعني، بس ما فيه اوميجا 3، التونه الطازه اللي نحن ما بناكله هون فيه اوميجا 3، بس التونه المعلب ما فيه، السردين هو اللي فيه. تونة السردين والسالمون بالساشيمي بمطاعم ممكن تلاقيه. صحيح. صحيح. ممكن انك يعني يكون متوفر عندهم. مظبوط. اوكي، صرنا على رابع عاده، ونحن كثير عاده بتصير معنا نسوان اذا عندنا نقص بالحديد او فقر الدم اكيد بنحس بهبوط وبتعب كثير شديد، سو حيلا مراه او حيلا شخص حاسس انه كثير تعبان في يعمل فحص دم يشوف قديش في هيموغلوبين، قد ايه في مستوى الحديد بالدم، في مقياس خاص له، واذا طلع واطي هون بننصح اكيد بمكملات غذائيه من الحديد، واكيد ندعمها بمأكولات غنيه بالحديد، يعني اهم شيء اللحمه الحمراء والخضره الورقيه الخضراء والحبوب مثل حمص، فول، عدس، فاصوليا، بس اكيد دائما اذا بدنا ناخذ الحديد من المصادر النباتيه بدنا نلحقه بفيتامين سي، مصدر فيتامين سي تيعزز امتصاص الحديد بالجسم. اوكي. وصلنا على العادة الخامسة ختامها مسك، أنا بدي أحكي هون عن حذف الوجبات. إذا نحن وي سكيبت ميلز، يعني حذفنا الترويقة أو حيلا سناك، بدنا نحس بتعب لأنه مستوى السكر بالدم كمان بيهبط. سو أهم شيء الترويقة يكون فيها شيء من الخبز القمح الكامل أو رقائق الفطور الكاملة، أو يكون فيها خبز أسمر أو على شكل ساندويتش، نتفادى الأبيض مثل ما قلنا بالأول. وكل ما نجوع يعني بين الاكل والاكل مش عيب الواحد ياكل سناك بحافظ له على الطاقه تبعه، في يكون مثلا تفاحه او موزه، الموز رائع كمان ليعطي طاقه، فينا ندمج المكسرات مع الفروتس، فينا ناخذ لبن بالفاكهه ندمجه كمان مع المكسرات، فينا ناخذ رايس كيكس مع لبنه، حيلا شيء من هول السناكس اللي هن مغذيين للجسم بيعطونا طاقه طويله الامد. حتى يمكن كمان سالي الاشخاص يلي ما بيكون اكلهم منتظم يعني باوقات معينه، في اشخاص يمكن ما بيقفوا الوجبه ولكن بيتاخروا كثير لحتى ياكلوا، يعني بين الترويقه وبين الغداء بيكون في وقت كثير طويل،
فهذا الشيء بخليهم انه يحسوا بالتعب كمان 100%. وهون اهميه تجي الوجبه الخفيفه اللي هي بتسد الجوع لبال ما الواحد يوصل على الوجبه الاساسيه وبتعطي العناصر الغذائيه والطاقه ليحافظ على مستوى نشاط المي. وكمان في بعض الانواع الغذائيه اللي ذكرتيها سالي مفيده للاولاد بهالفصل. أكيد. الوعي بكير على المدرسه التعب. وكمان عم نحكي عن موضوعنا، هل في شيء نصيحه معينه ممكن ريسبي نحن نقدر نحضرها للاولاد؟ اكيد، يعني مهم بالولاد اكثر مركز على اللانش بوكس، لانه اللي هي السناكس اللي بياكلوها بالمدرسه كثير لها فايده لادائهم الذهني والجسدي. هون بحكي كمان انه بلش نعود الاولاد على الساندويشات، اذا كان بالخبز السكوير بريد او بالخبز الباجيت او العربي يكون اسمر او قمحه كامله، بيضينوا النشاط لفتره اطول. اجبين قلبين تركي او حبش اذا بحبوا، حمص بينات باتر، كلهم اشياء فينا نحطهم بالخبزه ويعطوها فوايد للاولاد. طيب دائما مرق فواكه كمان. طيب بتنصحي بمشروب الطاقه؟ نحن ما اكيد ما بننصح بالمشروب طاقه، لانه بتخافي من المكونات الاخرى اللي بتكون موجوده غير عدا عن السكر. يعني السكر ما قلنا نحن الحلويات او السكر بيعلي مستوى السكر بعدين بيهبطوا كثير بسرعه. نفس الشيء بالمشروبات المحلات او المشروبات الطاقه، بقى فيها سكر بتعطيك انرجي كثير بترجعي بتهبطي فجاه. بتتعود عليه يعني يوميا، يمكن بتاخذ من هالمشروبات كمان. صحيح مثل ما قلتي مضره. هلا مره يوميا وصليني على حتى صار فيلي صار يعرف صار يعرف ولا صح الله اياها دغري ساندويش. نصيحه اخيره سالي قبل ما نختم الفقره؟ اكيد مع النظام الغذائي نتحرك شوي، اذا مشينا بس 10 دقائق بتعطينا طاقه لمده ساعتين، سو اذا حسينا حالنا كثير تعبانين نتمشى شوي اذا بنقدر، نعمل شوية رياضه، نشرب مي، ناكل صحي وننام منيح. ثانك يو سالي، ميرسي كثير. ويلكم. خلينا هيك نشوف السؤال اللي طرحناه عبر السوشيال ميديا شو بيقول. بيقول بتعتمد بعض دول العالم بالفتره الاخيره على تقليل الفروض المنزليه المعطاه للتلميذ، فشو رايكم؟ خلينا نشوف الجمهور او المشاهدين شو قالوا لنا. بن جبريل جيهان بتقول انا ضد هالفكره، لا بل بالعكس لازم تكثيف الفروض. بتشكل الواجبات المدرسية، ما عجبني انا يعني. بتشكل الواجبات المدرسية وفروضها عبء ثقيل على التلميذ، فبعد نهار طويل امضيه بالمدرسة بيرجع على البيت ليلاقي نفسه امام كم هائل من الفروض يلي عليه انه ينهيها ويقدمها للمعلمة باليوم التالي، وهالشيء بيسبب له توتر وبيوصل احيانا لعدم قدرته على التركيز. برافو يا يوسف، معك حق 100%، انا بوافقك الرأي. شو رأيك يا سالي؟ أنا كمان بوافق يوسف 100%، لأنه ديجا هن قاعدين للأربعة عم يدرسوا، بعد يرجعوا على البيت يدرسوا بهالكمية. وغير ستريس هن يلي يعني بيصير عليهم، ستريس اللي بيعملوه للأهل كمان. صح، بدرس معهم. ثانك يو سالي، ميرسي كثير. ويلكم. فاصل إعلاني وبنرجع بنتابع، خليكم معنا. لو كان بإيد أختارك ثانية بدري وأجيب أخبارك، كان فرق كتير، كان فرق كتير. كنت أعمل بس حسابي وما تفاجئش ألاقيك على بابي، كده خطر كبير، كده خطر كبير. لو كان بإيد أختارك ثانية بدري وأجيب أخبارك، كان فرق كتير. ومتابعين معكم مشاهدينا وفقرة أسبوعية بتهتم بصحة وشعر المرأة مع ضيفنا مزين الشعر أشرف سعد الدين. يا أهلا وسهلا فيك أشرف. أهلا وسهلا فيك. اشتقنا لك. احنا بالأكثر. وطبعا أشرف دايما بيهتم بإطلالاتنا وإطلالات ضيوفنا. هذا شرف لنا.
ونحن اكيد سعيدين بوجودك معنا اشرف. اشرف اليوم عندنا خمس اسئله من ثلاثه للتصحيح. انا بركي عندي سؤالين وانا كمان هيك عندي اشياء حشريه دائما لازم اعرفها. اوكي ثلاث اسئله من المشاهدين رح نشوف شو هن. انا عندي مشكله بتقصف بشعري وانا بدي اعرف شو هو الحل. اوكي شو مشكلتها؟ بتقصف الشعر. مش عارة بس هي عملت هيك. انا حسيتها تقول بكحلي اوكي تقصف الشعر. تقصف الشعر هو مسببه اكيد الحمام. لما تحمم الكلاينت بشامبو مثلا ما تستعمل كونديشنر تطلع بالهواء يعني دغري تحمم وتطلع بالهواء هذا كله بياثر على الشعره بخليها تنشف. أوكي. اذا ما كنا عم نحط لها كريمات او لوشنز يعني للشعر ما عم نهتم بالشعر ما عم نهتم اكيد بالشعر فهذا كله بخلي الشعره تقصف. قال كمان ما لازم نمشط شعراتنا هن ومي مبلولين. بالعكس لازم تمشطي هو مي. اوكي لازم يتمشط الشعر كل يوم. اساسي يتمشط يعني احسن. عاده في من ناس بيفكروا عندهم مشكله بهر الشعر بيكون ما بمشطوا شعرهم كل يوم فبيتجمعوا يعني عاده بهر من 50 ل 60 شعره هذه الافرج كل يوم. فاذا ما بتمشطهم ما بينزلوا بالفرشاه اللي لازم ينزلوا بيتجمعوا. فشو بتفكر الكلاينت انه عم بهر شعره فبصير عندها هون حاله ديبرشن بتخلي هي ساعتها تسبب ال. طب وانه نقص الشعر كمان كل فتره قديش بخفف من التقصيف وبيضل الشعر صحي؟ القص كثير مهم وكثير اساسي انه للشعره كل شهرين ينعمل تريمينج لها. اول شيء بترجع بتاخذ مثل روح تنفس من اول جديد. السبلت انس بيروحوا لانه بنكون شلنا الانس تبع الشعر. اوكي وبيرجع بيعطي بوش له بيعطيها رونق اكثر للشعره بصير تحس انه شعرها هيلثي اكثر في فورم في شيب بالشعر. طيب اشرف بيقولوا كمان في كريمات معينه ممكن انك تحطها على طرف الشعر قبل البراشنج كمان بيحفظ الشعره وبيحميها. في كثير برودكتس في شيء اسمه بيرفكت اندز. هيدي فيها تخلي السيده معها بالجزئين فيها تحطه على شعر ناشف او شعر مبلول. اوكي بيضلوا عامل لك كفر وطبقه عازله على الشعره خصوصا على الانس بيضلوا جماعه ببعضها مشان ما تنشف. في كثير لوشنز كمان للبراشنج قبل ما تعمل السيده سشوار او فير. في هيت بروتكشن في ثيرمال ايمج في كثير برودكتس بنحطوا قبل هذا بيحموا لها شعرها وبخلوه انه يكونوا يضل انه هيلثي ما يتاثر وينشف. اوكي قبل ما نسمع السؤال الثاني اشرف بدنا نقول لكل المشاهدين فيه يتواصلوا معنا وكمان اذا اي سؤال حابين يطرحوه عليك بهالفقره الرقم بمر امامهم على الشاشه تي في عم بهالسيجمنت وبناخذ اول اتصال من الاردن. مساء الخير. الو مساء الخير. بخير. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا شو حالك يا شاشة؟ الحمد لله بخير. مين معنا؟ حال اختي نانسي. عم بيسلم عليك الاخت. اهلا وسهلا. اهلين يا هلا. وشو حال اخوي الثاني اللي ديلاي؟ بلال كثير منيح. بكره اذا غيرت اللي جي معاكم قبل هذا. نعم؟ لبناني اللي جي معاكم قبل هذا لما انا صرت اسمعني. ما عم بسمع بوضوح. الصوت أنا هون مش واضح على فكره. نازل على الشعر. ايه تفضل موجود معنا. على الشعر يا اختي نانسي. ايه تفضل عم بسمعك. الو. ايه تفضل عم بسمعك اشرف. شو حابب تستفسر؟ لب الشعر طويل قصدي يطول ولا شعري طويل؟ كيف ممكن يطول الشعر يعني يعبى ويطول الشعر؟ بده يهتم فيه. بده اذا حسب شو الحاله اللي هو فيها بنقدر اعطيه البرودكت يعني هل عندك شو نوعيه الشعر؟ شو المشكله اللي عندنا نقدر نعطي الحل يعني ما في اعطي حل بدون ما اشوف المشكله قدامي. صح. هلا هو في يتواصل معنا على الرقم. صح اوكي بنعطيه الحلول اللي بتناسبه. بتحب تقول الرقم؟
بعتقد بيطلع على الشاشه ولا بنعطي ايه الرقم؟ بيطلع بيطلع دائما على الشاشه. بيطلع على الشاشه بعتقد. اوكي بنسمع السؤال الثاني ونشوف اجابه معك اشرف. هلو، بعاني من مشكلة بشعري كتير بتقصف، كتير بهر وكتير كتير بتكسر، فشو المفروض أعمل لحتى أعالج هيدي المشكلة؟ السؤال بس إذا عم يكون عندها تكسير بالشعر ممكن تكون هي عم تعمل عم بتنشفه بالبيت دائما هي، أو مثلا عم تستعمل الفلات ايرون او الفير، ممكن هذا الشيء كمان اذا بطريقه غلط عم تستعمله بالبيت كل يوم بيعملوا فير، هذا الشيء بسبب بحالي يعني للشعر مخيف جدا، يعني ممكن يكون الشعر كثير منيح مع الاستعمال هي بالبيت سيدي بتكون عم تحس انه عم توفر حالها وقت بس بتكون عم تضر كثير الشعر، لانه الشعر الوحيد اللي هي وجعها صامت بالجسم، يعني قد ما طلقت الشعر وتشدي عليه ما بتحسي بوجع. فلازم نحن تلقائيا نهتم فيه بدون اي مبادره او ما نخليه يوصل لهالمرحله لنقدر نعالجه، او مثلا نصير نركض مثلا عند الكوافير بليز اللي شو لازم استعمل. الصبغه كمان لازم نهتم بالشعر. اكيد اكيد، مش بس الصبغه يعني استعمله تهتم فيه باي حالات، يعني لو كان شعره بياخذ العقل لازم تهتم فيه. اكيد، اوكي رح نشوف اخر سؤال شو هو. أنا عندي مشكلة بشعري إنه بصبغه كثير فبقصف، فبدي أعرف شو المشكلة، كيف فينا نحلها لهالمشكلة؟ يعني الأسئلة عم تكون مشابهة لبعضها، بس إنه هي عم تحط المشكلة من الصبغة، الصبغة ما بتأذي، إذا عم تستعمل كاليتيه صبغة بروفيشنال، الصبغة ما بتخلي الشعر يقصف أو ينشف. ما لازم يكون فيها أمونياك يمكن؟ لا لا لا، مخص مخص. هو بعض الدراسات أثبت إنه الأمونياك هو أكثر صديق للشعر. أوكي. ما يعني إذا بتستعمليه بالطريقة المطلوب منك تستعمليها ما بيأذي الشعر. وخصوصاً إذا عم تشتغلي مع ناس بروفيشنال، يعني عم يشتغلوا بستبس بالشعر، هنا عم بيصبغوا بعد ما تخلص الوقت المحدد للصبغه شو بيستعملوا بعد الهي بشو بيحمموا لها للكلاينت، هودي كلهم بياثروا على الشعر. وهي بالبيت كمان اذا هي عم بتحممه كمان بتحب انه توفر على حالها وقت ما تستعمل كونديشنر بس تحمم وتظهر انه ما معها وقت، هذا كله مع الوقت بخلي الشعر ينشف. بس انا مثلا ما بقدر احط كونديشنر على شعري. هذا كثير غلط. بيطبس ما دغري كل يومين بدي اغسله وبحس انه ما بقدر احط كونديشنر. هيدي كثير مشكله انت ما بتحسي فيها هلا، بتحسي فيها مع الوقت. الكونديشنر هو اساس قبل الشامبو. هو الشامبو بس بينظف الشعر. اوكي. وبالمي هي لانه فيها اكسجين تفتح الكوتيكلز تعول الشعره. اوكي. فالكونديشنر وظيفته انه يرجع يعمل كفر على الشعره ويسكرها. مشان ما تتعرض للهواء ويصير في تكسير وتقصيف بطرف الشعر، فمشان هيك الكونديشنر. ثانك يو اشرف لكل هالمعلومات، انبسطنا بحضورك معنا، اهلا وسهلا فيك. انا كمان. نكست ويك اذا الله راد الاسبوع القادم بنرجع نشوفك. اذا الله راد نكست ويك حنعمل فكره جديده هيك نخلي العالم تشوف كيف مثلا فيها تقدر تظبط شعرها بالبيت. فور ستايلينج هيك حلو. على السريع. حلو، فبندعي اكيد المشاهدين يتابعونا الاسبوع القادم. أكيد. مثل هاليوم. أكيد. اهلا وسهلا. اما هلا محطه فنيه وبنشوف وبنسمع كمان الاغنيه الاكثر من رائعه لفريق ذا فايف، يلا خلينا نشوفها. هاي في بالي مبدل يومي كيف اشرح ويمشي، نفس اليوم يتعود وانا باقي وحدي، حتى شي ما يخلي نهاري يقوم باهي غير انك كل يوم تفوتي قدامي. صرت اشوفها في كل مكان في طريق الروحة والجية، مجنون انا بديت مباني احلى بالزاف.
خلي نهارك مليح ما عندكش حتى الكوراج باش تروح تقرب ليه. هي احنا ذا فايب احنا يا هاي كواليتي سمايل ايز مسز كيوت وبرسوناليتي ثقة بالنفس مش غرور ما تنساش ما لا روح فرق لك والا ما تتهناش. طريق اكسر مشواري بمشي متبع خطواتك وحياتك لا تقولي لي لا بالزاف. عودة لمتابعة فقرات برنامجنا وتقنية طبية جديدة بتساهم بعلاج أمراض السرطان ومتعرف عليها اليوم بهالفقرة مع الطبيب المتخصص بالأورام السرطانية الدكتور روجيه خاطر. أهلا وسهلا فيك دكتور خاطر. فيكم أهلا وسهلا. دكتور خلينا نحكي شوي عن التقنية، عرفنا أكثر عن تفاصيلها وهل هي جديدة تقنية حديثة؟ إذا بنبلش من الأول، طب السرطان هو طب يشمل عدة اختصاصات، يعني ما فينا نحكم سرطان باختصاص واحد، في الجراحة، في العلاج الكيميائي يعني الشيموثيرابي بسموه، والأشعة. العلاج بالأشعة عادة نستعمل مكنات راح تعطي أشعة من الخارج لداخل الجسم، يعني مثل الصورة بس على دوز كتير عالية. البراكيثيرابي اللي عم نحكي عنها اليوم اللي ترجمتها بالعربي أحسن عبارة لها هي العلاج بالأشعة عن قرب، يعني عن قرب، هو إن منروح بالرأس النووي لجوات المرض ومنعطي الأشعة داخل المرض مش من برا. هالشيء بيتأتى عنه إنه إذا أنا عم بعالج الثدي عند امرأة بدل ما أعطي أشعة على الجلد وعلى الرئة وعلى القلب ورا الثدي بقدر أعالج الثدي بس وما أعالج حواليه. نفس الشيء لما بعالج البروستات عند الرجل، لما بنعالجها بالأشعة الكونفنشنال يعني بنعطي أشعة من الخارج بدنا نمرق بالمبول لتنوصل على البوستات، ومن ثم راح يروح الأشعة شوي شقفة منهم على المخرج، وهالشيء راح يسبب مع الوقت بعد ما يشفى المريض عواقب طويلة. يمكن يصير معه مثلا بالبروستات حرارة بالبول أو دم بالخروج يعني أو غيره، مضاعفات التقنية السابقة. صح. أوكي. هالتقنية هي دخول بواسطة أنابيب رفيعة وأبر وإدخال الأشعة إلى داخل المرض حيث هو تقريبا بضع المليمترات حول المرض بس ما مروح براته يعني. طيب هل بتناسب كل أنواع السرطان؟ لا مش لكل شيء، أكيد مش لكل شيء، يعني بده يكون السرطان موضعي منه منه متفشي يعني منه منتشي يعني بعده بأول مراحل. صح. إيه؟ وهون الافونتاج انه لما بنعالج انسان راح يعيش كثير طويل وراح يشفى، انه ما لازم نخليه اذا صبيه عمرها 40 سنه عندها سرطان بالثدي ما بدنا نعيشها 40 سنه من حياتها معطره عندها مشاكل من وراء العلاج، او زلمه عنده بروستات بده يعيش كل حياته الباقيه من وراء. هلا تعطيت نوعين دكتور من امراض السرطان باماكن معينه بالجسم اليوم اللي بنعالجهم بطريقه تنشفيهم، يعني كوراتيف، بدنا نشفي المريض، ان الثدي، البروستات، هودي اهم اثنين، واغلبيه الامراض النسائيه، يعني امراض السرطان بعنق الرحم والرحم مثلا. نعم. هودي بنقدر نعالجهم بالاشعه عن قرب ونشفيهم بهالطريقه. طيب هل المريض بيشعر بالتعب خلال الجلسات؟ ابدا. وهن الافونتاج تبع الجلسات انه كثير قصار، يعني تناخذ اكزامبل. نعم. بالثدي اليوم اذا امراه عندها سرطان بالثدي بدها اشعه 6 أسابيع، كل يوم على 6 أسابيع، يعني صح. اذا هي ساكنه بعيده 100 كيلومتر عن المركز بدها تروح كل يوم 100 كيلومتر روحها رجعه كرمال ربع ساعه على 6 أسابيع، يعني 30 جلسه او 35 جلسه، بواسطه البراكيثيرابي بثلاث ايام تخلص بس. فاذا الفرق كثير كبير بالوقت. وعم نحكي عن 3 جلسات بثلاث ايام؟ 6 جلسات على بكره وبعد العشيه، يعني بترجع 5 دقائق على بكره عن 5 دقائق عشيه. أوكي. على 3 ايام. بالبروستات جلسه وحده، يعني حسب نوع ال كل مرة البروستات جلسة وحدة، بدل 7 أسابيع بالبروستات جلسة وحدة. طب دكتور ممكن يعني في عوارض من بعد ما تخضع السيدة لهالجلسة؟ بتحس أقل بكثير من غير علاجات لأنه ما عم نزعج غير أعضاء. أوكي. يعني أبدا ما عم نقرب، يعني ما في لعين نفس أبدا، ما في هار شعر، أكيد هذا علاج موضعي. نعم. ما بيروح بكل الجسم، والرأس النووي بيضلوا بالمركز عندنا، يعني ما بياخذوا المريض معه، ما بياخذ شيء نووي على البيت. يعني لما بفل المريض النهار اللي بفل، اذا ثدي مثلا اجت 6 مرات على المستشفى، كل مره بتجي بتفل ما بتاخذ معها شيء نووي على البيت، فيها تغمر اولادها تبوسهم. نعم. تشوف تشوف العائله. صح. نعم. طب دكتور هل ممكن هالتقنيه تكون بديل عن العلاج الكيميائي ممكن يخضع له المريض؟ لا. ولا دائما مثل ما بلشنا قلنا بدنا نعمل كل شيء تفرقة.
يعني في امراض بدها علاج كيميائي رح نعطيهم كمان مع العلاج الكيميائي، في امراض ما بدها علاج كيميائي ما بنعطي العلاج الكيميائي، حسب كل حاله. كل حاله هذه كل حاله بحالتها. نعم. طب دكتور كمان عم نسمع هلا بهالفتره الاخيره يعني شيء محزن كمان انه اطفال صغار عم بيصير عندهم كانسر. كل عمره كان ممكن هيك ممكن إيه لا بس عم بيزيد هلا عم بيزيد. ما بعرف يعني ما بعرف اذا عم اكثر واكثر واكثر واكثر. عم بيزيد الاعلام مش عم بيزيد المرض. يمكن ما بعرف قبل ما كانوا يحكوا عنه كانوا يستحوا يحكوا عنه يخبوا او ما يعرفوا كانوا بالضيع ما ينزلوا على المدينه قريب من 40 سنه ما كان في اكسس على الطب مثل هاليوم وسهوله. ثاني شيء ما كان عندنا الوسائل التشخيص يعني ما كان في سكانر ما كان في ام ار اي وكذا يعني كان في ناس تموت ما نعرف ليش عم بتموت او في ناس سموهم مثلا طلعوهم من 100 سنه عم بحنس مشان السل عم ببزقوا دم كان عندهم سرطان بالرئه سميناهم سل. فاذا التشخيص تحسن مش المرض زاد. اوكي مرض ما زاد ان شاء الله نسبة كثير قليلة اذا بده يزيد. اوكي ان شاء الله ان شاء الله بيموت بيروح ما بنعرف. رح يزيد شوي كمان لانه اجمال الشعب عم بيشيخ يعني عم بيكبر بالعمر. صح. والسرطان بيزيد مع العمر، فاذا طيب. كل ما نكبر بالعمر كل ما يزيد عدد السرطان. طيب تنفع هالتقنيه للولاد الصغار اذا عندهم؟ لا بالولاد نحن ما بنستعملها بس عند هذا اللي عند الكبار بنستعملها غير ايام مش مشان تنشفي تنساعد البقوه ببعض الامراض اللي بتسد الاوعيه مثل بالكبد او بالرئه. يعني بالكبد اذا كان في سرطان عم بسكر الاوعيه الصفيره وبيصفر الواحد. نعم. بنحط له بنسميه بالعربي رصور ستانت يعني بس هالستانت بيرجع بيسكر. بالبراكي ثيرابي فينا نعمل له اشعه داخلي ببطل يسكر ستانت يعني بنساعد غير علاجات. أوكي. بس ساعتها ما بنكون عم نشفي بنكون مساعدين لغير علاجات. وكمان طريقه كمان هاي المكنه الشقف. نعم. المكنه نحن عندنا 24 راس بيظهروا منا يعني فينا نعالج ب 24 تيوب سوا فينا شك 24 مره التيومر فيني اعطي مال الشمال اكثر من اليمين فيني كل مليمتر فيني غيره مثل ما بدي. نعم. وفي كمان نحن برات السرطان بنعالج شغله وحده هي الكيلويد سكارز يعني الاثار اسمها بالعربي الجروح الجذريه ندبية. الجذريه او الندبيه هي اللي لما واحد بيعمل جرح بيعمل مثل حبل. صح. محله. صح. هودي عند الناس اللي جلدتهم قاتمه اكثر من الشقر وهودي بيصيروا اكثر شيء بالصدر. صح. من بعد عمليه التجميل وبالسي سكشن عند المراه. صح. بعد السيزاريان بصير عندها كثير هيك هودي لما بنشيلهم بيرجعوا بصيروا يرجعوا بزياده ما في بنعطيهم كورتيزون. صح. لما بينحلوا الحل الوحيد هو البراكي ثيرابي بدها تنشال. طيب. وبنهار واحد تنحل القصه. طيب. بدل عذاب سنين يعني. حلو. اوكي سؤال اخير البراكي ثيرابي مثل ما كنا عم نحكي عنها هل هي مكلفه اكثر من التقنيه السابقه؟ تقريبا نفس السعر واصبحت متوفره كمان نفس السعر موجوده موجوده بلبنان مركز واحد ببصليم موجوده بغير مراكز بس للنسائي بس مشان كل شيء هذا المركز الوحيد بلبنان اللي عم بيعملها اليوم خصوصا للبروستات يعني. شكرا لك دكتور روجيه خاطر اهلا وسهلا فيك وان شاء الله المشاهدين يكونوا استفادوا من هالفقره. ورح نرجع نذكر كمان كل مشاهدي بي لايف بالنسبه لسؤال حلقتنا لليوم رح نطرحه بفقره خاصه انه بعض الدول اصبحت عم تعتمد طريقه جديده وهي او تقليل الفروض المنزليه عند الطلاب، شو رايكم بهالمبادره؟ خلينا نشوف بعض الاجابات من نور اكيد مع لانه الواجبات المدرسيه بعد نهار الدوام عم بتشكل ضغط على ذهن الطالب وعم تعمل رد فعل عكسي وتكره الطالب الدراسي. عايشة بتقول أنا ضد تقليل الفروض المنزلية يا حبذا تكون الفروض المنزلية من أسبوع لأسبوع وتكون الفروض من ضمن دروس هالأسبوع. هيدي كانت إجابات المشاهدين. أما هلأ فاصل إعلاني ومنتابع بقية فقراتنا خليكم معنا. عودة لمتابعة برنامجنا وبنسمع كثير تلاميذ وطلاب بيتذمروا من الفروض المنزلية اللي بتشكل عبء عليهم، فكيف يمكن التعامل مع هالمشكلة وهل من حل جذري لها؟ خلونا نشوف هالتقرير اللي بيطرح آخر الدراسات حول هالموضوع وآراء الناس وبنرجع أكيد نستضيف ضيفي معنا اشتقنا لها كثير وبنناقش سوا نحن وياها هالموضوع. رؤيا
رغم ما أنفقته البشرية خلال مئات السنين لتحقيق إنجازات كبرى، بقيت مسألة واحدة تزعج الطلاب حول العالم، ألا وهي الواجبات المنزلية. ولكن خبر رائع لطلاب العالم، الفروض المنزلية في طريق الانقراض. فقد طالبت منظمة الصحة العالمية WHO بالتخلص من الفروض المنزلية وإلغائها، كما دعت منظمات كبرى في إسبانيا إلى الإضراب عن هذه الفروض في شهر تشرين الثاني، لأنها تعكر حياة التلاميذ دون أن يكون لها أثر جيد على نتائجهم الدراسية. بعتبر أنه كمية الفروض ما بتساعد الشخص أنه يتعلم طريقة تفكير. يخيروا الولد عشو بده يعمل بعدين. بعتقد لو خففوا شوي الأموت وthey focused أكتر عن الولد شو بده بيكون أفضل. Purpose من homework هو دائما أنه دائما تذكر الطالب to read and to create. Sometimes فيها شوية مبالغة، يعني في homeworks أحيانا ما بحس أنه له داعي. أنا عازة الصراحة لأنه أكتريتهم ما كانوا يعملون. أكتر شيء practice يكون بالمدرسة أكتر شيء بحس. من الصف إنه يكونوا فهمانين والمعلمة تكون عم تشرح لهم بطريقة مزبوطة. يا ريت ما بيعطونا homeworks لأنه أصلا ما فدونا والمدرسة كلها ما فدتنا. وبعدما أظهرت مجموعة دراسات أن الطلاب يفهمون أكثر الأعمال التطبيقية في الصف في حين تسلبهم الواجبات المنزلية وقتهم الثمين في فترة بعد الظهر، بات المرجح اليوم أن تنقرض الفروض المنزلية تماماً. كيف يمكن للأهل مساعدة أبنائهم على إنجاز الفروض المدرسية؟ وهل أثبت حقاً أن هذه الواجبات بلا فائدة؟ كل ذلك وأكثر نناقشه في فقرة اليوم من بي لايف. بترفقنا بهالفقرة الاختصاصية بالتربية والتعليم والأستاذ الجامعي نادين جودي. أهلا وسهلا فيك نادين. أهلا فيك نادين، اشتقنا لك. أنا كمان. شو الأخبار؟ الحمد لله كثير. شو أخبارك؟ تمام. شو نادين؟ كنت عم تركزي على التقرير. عم ركز، شفت شنطة داينة دغري بركز. أنا بحاول ألقط الشيء اللي هو بعيد. هو واقع ولكن لازم نهرب منه. وآراء الطلاب اللي عم بيقولوا لا ما بدنا، ما حدا بحب الهوم ورك، من كلمتها واجب وفرض، ما حدا بحب لا الواجب ولا الفرض. صحيح، مشان هيك برأيك يعني. صحيح نادين، الفروض المنزلية مثل ما قلت كمان الولد عم بحس عبء عليه، وأغلبية الإجابات كمان الناس قالوا أنه بتشكل ستريس أو ضغط نفسي على الولد، هل هذا الشيء صحيح؟ كل الدراسات أثبتت، كل الدراسات مختلفين بدنا فروض أو ما بدنا فروض، بس كل الدراسات أثبتت أنه الفروض المنزلية الواجبات هي عبء على الأهل وعلى التلاميذ، وهي بتكرههم بالمدرسة لسبب أنه إذا هو راح على البيت يلا تعال دروس هلأ دروس، نفسياً عم بيكون تعبان، عم بيصير عنده خلافات مع العائلة، عنده ضغط اجتماعي، ضغط عاطفي، وأكيد عنده تأثير على علاماته اللي هو الأكاديمي. كمان اذا عنده سلوك، عنده علامات اكاديميا متدنيه، حيكون في عنده مشاكل وضعف شخصيه مع رفقاته داخل الصف، وهي حلقه فشل ورا فشل. فالضغط بالفروض المنزليه يؤدي الى ضغط نفسي وضغط بالعلامات ومشاكل مع الاهل ومقارنه بينه وبين رفقاته وبينه وبين اخواته حتى. طيب كيف ممكن هالاهل يتقمصوا دور هون المدرسين ويساعدوا اولادهم بالفروض يلي عندهم اياها، وكمان هيك يحببوهم بالماده يلي عم يدرسوها؟ الاهل دورهم هون لازم يكون خفيف، ولكن بالعكس عم بيصير عنا بواقعنا بلادنا العربيه بشكل عام، عم بيكون دور الاهل يواسي ويساوي نفس دور المعلمات داخل المدرسه، ولكن هون احنا من صرخه من منبرنا ومن اذاعتنا ومن برنامج بي لايف انه يا خلينا نكون لايف وواقعين على واقع الارض، ما يكون الاهل عم يتقمصوا دور المعلمه اللي هي بالمدرسه. كيف لازم يكون؟ ما لازم يكون، لانه الولد عم بيكون 6 ساعات ونص مع استاذ داخل المدرسه عم يتلقى تعليمات ومعلومات، قد تكون اكتشاف، قد تكون لعب، ولكن عم يتعلم. لازم يروح على البيت الاهل يكونوا بالعكس هون عم يهتم باخواته، عم يهتم بمحبه اهله، عم بنركز مع الاهل
الاهل انه ياخذون على انديه. هلا ما فينا نغير قانون، ولكن الاهل ما فينا نتقمصوا دور الاستاذ، لانه اوريدي هو جاي نسترس من عبء وقلنا شو اثاره. الاهل ما لازم يتقمصوا. اوكي، قلتي ياخذون على انديه لشو مثلا؟ اذا هو نحن عم نقول واجبات مدرسيه، بنربط موضوعنا واجبات مدرسيه، عنده رياضيات ناخذه مثلا محل يلعب سودوكو، مركز انواع ذكاءات، انشطه مع رفقات، وعم يلعب ويتعلم. أوكي. هذا الاكستريم. بس هذه بتصير بعد دوام المدرسه؟ بعد دوام المدرسه. ليش؟ لانه بالريبورتاج مثل ما حضرتكم قلتوا انه هي الهود WHO اللي هي الورلد هيلث اورجانيزيشن بالتعاون مع الامم المتحده عم تنادي بصرخه انه نخفف الواجبات المدرسيه لنركز على هيدي الانشطه اللي هي تو ليرن ثرو فن، تو ليرن ثرو ديسكفري، انه يلعبوا بالاكتشاف، يتعلموا من خلال الاكتشاف، ما نقعد نقعد الولد ويتقمص هون دور. نرجع لسؤال نانسي، يتقمص دور الاستاذ. طب نادين، هون الولد كمان مش عم بيقضي ساعات طويله بعيده عن البيت وعن الاهل؟ طبعا كله له سيئات، لانه نحن اذا بنرجع كمان للاهل، الاهل ما عم بيكون عندهم ضغط يقدروا يلحقوا يدرسوا ثلاث اولاد او ولدين بعد المدرسه، وكل شوي بيقولوا يلا خلص اكلاتك لحتى تدرس. يلا لا، بعدين في طريقه كثير بشعه، مرات بتلاقي هالام حامله وعم بتفش كل خلقه بالولد، يعني عرفتها القلم او هالمسطره او بتصير تشبك. كمان بدي اربط هذا الموضوع مع ساش، انت عم بتقولي انه الوقت مع الاهل، ما هن الاهل عم يوصل لمرحله ما عم يقدروا يدرسوا اولادهم، عم بحطوا لهم استاذ خصوصي او عم يعطون عند رفيقه ليدرس او عند ابن الجيران، يعني هو حتما ما عم بيكون مع اهله. بينما اذا هو الكواليتي تايم مع الاهل لو شو ما كان، ان كان بالدرس ولا باللعب، مفيد، لانه هو مع الاهل بعد الوقت يلي هو بعد الستريس اللي قاعده داخل المدرسه. نحن عم نكمل صرختنا مع الهو الاورجنايزيشن، وبلس انه اثبتت الدراسات انه الواجبات المنزليه ما بتحسن، ما لها رابط مباشر مع التحصيل الاكاديمي المرتفع، والدراسات هي عبر كثير بلدان. مثلا عندنا فنلندا وكوريا وجابان يلي هن يعتبروا من اذكى الشعوب بالاختراعات والابتكارات، الاشياء الجديده، كلهم هون عدد الساعات الدرس اللي عندهم لا يتجاوز الساعه ساعتين، تختلف الدراسات، ولكن قارنون مع بلدين انه اولادهم قاعدين مع اهاليهم عم يدرسوا او مع استاذ او بس عم يدرسوا في وجبه منزليه، ما عندهم تحصيل اكاديمي زياده، فلشو الفائده؟ هن المدارس الفرنسيه يمكن اللي اكثر بتعطي دروس من المدارس الانجليزيه، هذا الشيء اللي بنلاحظه. شيء بنلاحظه لانه هي مثل ثقافه، مثل كاريكولم، منهج. حتى نحن هلا بلبنان والبلاد العربيه عندنا منهج بدنا نخلصه، شو ما كانت اي مدرسه في عندنا منهج، وقديش عم بيزيدوا عدد ساعات الدراسه او يخففوا ساعات الدرس بالمدرسه كله بياثر قديش عم يكون في ضغط بالبيت. طب نحن كاهل نادين لاي عمر بنتابع الولد، بنراجع له دروسه او بندرسه عن جديد؟ يعني في عمر معين خلص بيستقل الولد بيصير يتكل على حاله الواجبات المدرسيه؟ الواجبات المدرسيه انا نعم برجع لكلمه يستقل لحاله ويصير عنده استقلاليه. هو انه ما بدنا نربطهم نحن بس بمرحله عمريه، حتى لو شو ما كان نوع الهوم ورك، اذا كان ببلد مع الفروض الواجبات المنزليه وبلد ضد، لازم يروح على البيت نعوده الاستقلاليه ويوصل لمرحله، يعني من عمر صغير، والمسؤوليه بنبلش بالمسؤوليه ليوصل للاستقلاليه يلي هو من عمر صغير. ويوجلي بالعمر الصغير الديفوار اللي عنده بيجي مبسوط انه عنده هوم ورك. وابن اختي كامل هلا قبل ما اجي قلت له لوين جاي؟ قلت له جاي على بي لايف. حاولت له عندك ديفوار عمره 5 سنين، نقى القلم يلي هو عليه ريشي وانه عنده دفوار، بس المدرسه ما قالت لي عندي دفوار بس انا عندي دفوار. يعني حتى من عمره صغير نرجع للسؤال عم يسمعه بكلمه دفوار، كلمه هوم ورك، كلمه واجب منزلي. قديش الاهل، نرجع لسؤال ساشا، قديش الاهل لازم يقعدوا مع اولادهم باي عمر؟ طول ما هن قادرين يكتشفوا لحالهم، يبتكروا لحالهم، يلعبوا، طبيعي الاهل ما حيقولوا تعال حل لك الهوم ورك، بدنا نشوف هل هي مسانده او عم بحلوا له الهوم ورك. نرجع هن وصغار انه مثلا في عندك بناتك ساشا، ما بعرف قد ايه صاروا سنه وسبعة اشهر، اذا عم نجيب لهم لعبه وجبت لهم في محل تريانجل، محل السيركل، محل الريكتانجل، اوكي ساشا قامت دغري عم تقول لها تعي حطي هيدي هون، تعي حطي هيدي هون، هي دلتها على ثلاث اشكال تحطهم بثلاث محلات. فينا نقول لساشا انه لا، انه هون دليها بس على شغله وحده اللي هي التراينجل مثلا، حتعرف انه هيدي محلها، وهي حتكمل الباقيين.
هون هي ساعدت بنتها تتعلم. الأهل لازم يساعدوا أولادهم طول ما هن بحاجة لمساعدة بحيالة مرحلة عمرية، لأنه علماء النفس أثبتوا في شيء اسمه سكافولدينج، أعطيه هنت وهو يكمل. فطول ما هو بحاجة لهذا الهنت نحن لازم نكون في حد وما نربطها بمرحلة عمرية وما حكينا عن الصعوبات التعلمية. صحيح. أما بالجامعات كمان بيكونوا بحاجة لمساعدة، ولكن الأهل ما بيقدروا يقدموها، يعني مش كل الأهل بيعرفوا رياضيات وفيزياء وكيمياء. اي نانسي. نادين، بس هيك سؤال اخير على السريع، في كثير اشخاص بيكونوا بيشتغلوا وما بيكون عندهم وقت انه يكونوا موجودين بالبيت يعني بعد المدرسه، فبيوكلوا مدرسين انه يهتموا باولادهم، بتنصحي بهالشيء ولا لا؟ ننصح الاهل ان ادرى بمصلحه اولادهم، ولكن تربويا لا، ولكن امرار الحاجه تطلب هذا الشيء. وفي ناس بتقول براكتس ميكس بيرفكت، انه خليهم يتدربوا اكثر ليجيبوا العلامه احسن. هل هن عندهم صعوبه نحن عم ندلهم على الطريق الصح عم نصلح، ولا بس عم نساعدهم عم نلغي استقلاليتهم والمسؤوليه عم نجيب حدا يتحمل المسؤوليه عنهم؟ هل اذا انا ما جبت له استاذ حينقل الفرد من تلميذه؟ فكل حاله وإلى وصفه، هي مثل الدواء، كل شيء زياده منه مضر. اذا جبت له استاذ بس ليضله يعطيه براكتس لحتى يجيب اعلى سكور مضر، واذا تركته ما عارف على الطريق الصح خطا. وبحاجه لاستاذ احيانا، الناس طولت عليك، ولكن بيستدعي نقول انه بعض الاحيان انه الولد لما يجي من المدرسه عنده معلومه اكتسبها خطا من المعلمه، اذا هو عم بحلها لحاله دلوا يعيد الخطا، بكون هون اعطيته مجال انه يركز الخطا ويعيد الخطا لحاله، انه ما في من يصلح له. فبدنا نعرف نحن اولادنا وين وقديش بحاجه لمساعده. ثانك يو نادين لكل هالنصائح، ان شاء الله الاهل هيك بيكونوا استفادوا، وان شاء الله كمان بياخذوا بعين الاعتبار كل اللي قلتيه، وكمان ان شاء الله المدارس شوي بخففوا على هالتلاميذ. لا، حيصير في تخفيف، لانه في صرخه عالميه مثل ما طبقوا الدراسه الجديده بفنلندا واليابان، فعم بينادوا بالبلاد العربيه تكون، فان شاء الله بيخففوا من الدروس او بيعملوا تعديل لشيء اندفجوالايزد، كل واحد والهوم ورك اللي بيناسبه. حلو كثير. اذا وصل عن مدرسه، لكن اذا وصل عدد الطلاب يكون ماكسيموم 17 لتقدر المعلمه تلحق على 17 تلميذ، ما فينا نلحق على 30 و40. ميرسي نادين، مبسوطه وطولي الغيب علينا. لا ان شاء الله بنشوفكم قريبا. فاصل اخير ومنتابع، خليكم معنا. نختم حلقتنا مع الموضة وحدث شهدته مدينة طرابلس، تمثل بأيام من عروض الأزياء مع مجموعة من المصممين الشباب. اليوم موجود معنا ثلاث أشخاص تشاركوا بتحضير هالحدث. أهلا وسهلا بصباح جمال، كيفك؟ وزبيدة عكاري، أهلا وسهلا فيك زبيدة، وكمان فايزة موري، أهلا وسهلا. خبرونا بداية كيف تحضرتوا لهالحدث وكيف تحمستوا تحتى له تقوموا فيه؟ مين بده يحكي؟ انا بحب. اوكي. مبدئيا الفكره انه نحن مصممين ازياء، عاده وقت بدنا نشترك باي فاشن شو بننزل على العاصمه، اكيد على بيروت. فوقت اجتمعنا نحن بطرابلس قلنا اوكي نحن موجودين هون، ليش ما نعمل هيدا الشيء؟ وكثير ديزاينرز غيرنا انه لا اوكي نحن بنشترك معكم على اساسه، وبلشنا بالفكره. يعني تقريبا كم مصمم كان مشارك بهذا الحدث؟ ستة مصممين، بس اكيد يمكن كل مصمم عنده الستايل الخاص فيه حتى ما يصير اون تاتش. 100% مضبوط. والسنه نحن هي اور سكند اديشن، السنه الماضيه كنا النسخه الثانيه. ايه السنة الماضية كنا كلنا ديزاينرز، السنة جددنا صرنا على يومين، ثاني نهار كان لبوتيكس از ويل، فالحمد لله كان في تطور ونحن كثير مبسوطين بهذا الشيء. وكان ايفنت فينا نقول انه كان ناجح. الحمد لله. فيك تقولي؟ يلا خلينا نبلش هيك مع التصاميم يلي حضرتوا لنا اياهم احسن ما يداهمنا الوقت. اوكي. ونشوف اول تصميم من توقيع مين؟ انا بقول زبيدة. اي طبعا. واضح واضح. تفضلي زبيدة. انا بشتغل مثل ما بتشوفوا، اي لايك اسود وابيض. اوكي. دائما اسود وابيض، وفي شيء لون مع هي اول سنه بستعمل بيات، يعني دائما كنت اهرب من البيات انه بس هالسنه قويه يمكن. ايه بس هالسنه كثير حبيتها انه كيف بدي اشتغل مع بيات، والسنه راجع بقوه هو البيات والبيات. صح. فا اي ميكس ذم، اي لايك بحب كثير انه تو ميكس فابريكس وهيك. سو حتى السكيرت او التنوره كمان فيها هيك مشيتها بتلمع غير البايات الحاطه على الابيض، بتلمع شوي تبع. اوكي بعدنا معك زبيده. ايه هي معي. اوكي هون مع
My collection name هي مكتوب على الشيرت C6H1405. It's a chemical reaction. ليه هالاسم؟ هي it's a chemical reaction. نقيتها انه اسم شيء بس انا ما بدي اقول شو هي لانه بدي العالم يفوتوا يشوفوا شو هي. طب هو شو هلا ما لحظه ما بيفتح يمكن جوجل. اشتغلت على القبه كمان بهيدي القطعه. حبيت يعني كل القبه حطيتهم كانه لابسين تشوكر دغري. تشوكر از فيري ان ناو سو دغري حطيتها اون ذا اوتفيت. وشو اغلبيه الاقمشه اللي استخدمتيهم زبيدة؟ استعملت وول وكريب وهيدا اللي بانز اللي بتشوفوهم هن اكشلي الاستكس اللي بحطوهم بالثياب من جوا. اوكي فاي يوز ذم اوتسايد. استخدمتيهم بطريقه جديده. اي سو ذم اوتسايد. اوكي وتيول كمان في كمان شوي جليتر ويتش از نوت اولويز ماي ستايل بس هيدي السنه انه اي يوز ات. كيف حسيتي هيك تجاوب الناس مع التصاميم يلي قدمتيها؟ كثير حبوا يعني وقتها خلص الفاشن شو دغري كثير عالم اجوا لعندي انه اتس فيري نايس و شوي طلعتي من ستيلك شوي صح. بس كثير حلو so I was very happy with the feedback. يعني مثلا لبستي اليوم هيدا ستيلي هيدا انه هيك يعني ستيلي بس شوي. Without فايات هيك so this year انه حطيت انه bit more. كم قطعة ضمنت هالمجموعة زبيدة؟ كم قطعة عملت بالهي؟ 8 total outfits يعني 8 total looks. اوكي okay. شو رأيك صباح وفايزة بتصاميمها لزبيدة؟ مش انا هلا بالاخير كل شخص عنده ستيله يعني قد ما حاولت الا عن جد حلو هي بدها تكون مقتنعه بالشيء اللي عملته وهذا الشيء مبين يعني حببته لو منها حببته بس بتصيروا دائما هيك شغل بعض؟ ايه اكيد راب انتم مع بعض؟ We ask each other advice all the time. طب الموسم الماضي كمان كنتوا مع بعض؟ نعم كنا مع بعض نفس الشيء يعني مش انه حدا ما شارك يعني كنتوا لا نحن وي ار ذا فاوندرز يعني كانت فكره ثلاثتنا ونحن ان شاء الله موجودين كل سنه يعني ثلاثتنا طول الوقت موجودين. طب كيف بتختاروا المصممين رح يشاركوا معكم؟ بعد ما سمعنا صوتك اول سنه نحن اخترناهم للمصممين هالسنه هن دقوا لنا كذا ديزاينر دق لنا كان حابب كثير يشترك. اوكي واي في شروط معينه بتوضعوها على المصمم انه يشارك ولا لا؟ هلا نحن هيدي السنه اخترنا كل حدا عنده ستايل كان يعني بنفضل انه كل حدا يكون عنده ستايل بس اكيد اذا كان في اثنين او ثلاثه عندهم ذات ستايل اكيد بنبعدهم عن بعض شوي و السنة الجاية رح تزيدوا عدد المصممين اذا قدرنا. السنة الجاية عم نقول في مانس فاشن اند كيدز فاشن ان شاء الله. اوكي. فعم يعني بهمنا كثير يكون ويك، يعني احنا بلشنا فاشن ويك وعلى اساسه بصير يومين ثلاثة أربعة، بنبقى بنشوف شو بيصير معنا. اوكي وكل سنة بذات التوقيت بتعملوه؟ لا رح اقول لك شو اللي بيصير، نحن ثلاثتنا هو عادة لازم يكون قبل ما يبلش موسم الشتوى، نحن مبدئيا يعني كثير مأخرين. بس اللي حبيناه انه العالم بتحب تحس بالطقس لتقدر تشتري عرفتي شو؟ فنحن اللي عملناه بالفاشن شو عملنا فايبز وينتر كله خضار ذا جونجل از جوينغ اون عرفتي؟ فهيدا اللي صار وعم ناخر كرمال العالم تكون مبسوطه تحس بالفايبز. انا بدي اجرب اتحذر لمين ما تقولي انا بفايزه كثير ما بفايزه انا بفايزه فايزه قال لك هيدا تصميم اوكي تفضلي قولي لنا اول شيء عندها شيء عنوان معين هالكولكشن؟ فينتج اي. اوكي. انا دائما بميل للقصص الاورينتال شوي، دائما بستعمل العين، هيدي بالعاده برسمها للعين على القطعه. هيدي السنه استعملت الكروشيه والنيلي طبعا والابيض الواني المفضله، دائما بستعملهم. هالسنه كمان زدت فيولي واصفر. وكان في فرو بالكوليكسيون اسود وابيض كمان. طب والكروشيه وهالقطع انت بتشتغليهم فايزه ولا لا في يمكن فريق بيساعدك؟ لا في فريق اكيد بيساعدني لانه بده وقت وبده هيك دقه وبده صبر. هون الالوان هول الالوان هيدي السنه استعملت الفلوريه وفت شوي بالكشمير وكمان زاد شيء غيرت لون العين عن هيديك السنه، هيديك السنه كانت نيلي هالسنة غيرتها صارت فيولي واصفر وابيض. يعني العين حتكون موجودة مرفقتك دائما بكل تصاميمي بس كل مرة هيك بطريقة جديدة ان شاء الله طريقة مختلفة. اوكي وشو الأقمشة كمان اللي استعملتيهم؟ استعملت كشمير وهيدا القماش الفلوري شوي على كراب. وكم قطعة قدمتي؟ 8 قطع كمان 8 قطع. وهون هون استعملت هيدي القماشه
اسود وابيض، انا ما كنت اعمل اسود وابيض، استعملت الفلور كمان. اوكي وكيف كان تجاوب الناس مع الكولكشن؟ حبوها؟ اكيد كثير. باي اعمار حسيتي هيك تحمسوا؟ 30 ونزول. 30 ونزول تقريبا. 30 ونزول. هلا ممكن مثلا هالقطع عادة انت كيف بتنفذ الشغل؟ يعني القطعة بترسميها بتنفذيها وبتنسيت ولا بتعدلي كثير عليها؟ لا برسمها بنفذها، واكيد بس تخلص القطعة بدك تعدلي عليها أكثر. زبيدة، في حدا في عمر معين بتتوجهي فيه بتصاميمك لامرأة معينة كمان يمكن؟ يعني from 30 going up. اوكي. مش اصغر. مع انه انا مش 30 بس انه I see the woman هيك انه the strong confident انه the lady that knows and what she wants انه هيك شو بدها اكثر وشو بيلبق لها. وصباح انت لمين بتتوجهي بتصاميمك؟ انا بتوجه للمرأة المحجبة بس المرأة المحجبة العصرية. هلا انا بحب اقول محجبة بس هو مبدئيا اتس مودست فاشن، يعني كل الصبايا اللي ما بحبوا يلبسوا كات او قصير هيدا اللي بتوجه له. الفكرة هي انه هالايام نحن بنحب نلبس على الموضة بس ما بنلاقي هيدا الشيء. صح. اوكي، يعني مثلا بدنا جاكيت طويل، بدنا تنورة طويلة، بتلاقي بس مش بالطريقة اللي انت بدك اياها. ما بدك تنسي ما كل الالوان بتلبق لكل الاجسام، ما كل القماش بيلبق لكل الاجسام، فهيدا الشيء كثير بناخذه بعين الاعتبار. وانا بحب الصبيه تيجي لعندي عن جد تطلع بشيء هي بدها اياه، مش انه اي يلا خلص هيدا اللي لقيته هيدا اللي لقيته. يعني مش حالها مرتاحه كمان بالقطعه اللي 100%. بتعرفوا نحن كيف بنفكر، انا متخيله حالي لابسه شيء لفلان. يعني هيدا كوليكسيون صيفيه كان حلو، حبيت انا مرقش بالالوان كمان. الحلو البنت تلبس الوان عن جد، هيدا الشيء كلياته ببين على الوجه. عشان هيك قلت لك كل شخص عنده الوان معينه لازم يلبسها. هلا كمحجبه لانه بتكون مغطايه كل جسمها ومغطايه كل وجهها، ما بيضل غير هير فيس اللي من قدام مبين، منا مشكله معنا هيدا الكونسبت. الشيء الوحيد اللي لازم تلعب فيه هو قصه الحجاب. اوكي. شو وممكن القماش اللي بتحطه على راسها ازوال مثل ما عم نشوف يمكن بالصوره قبل. شوي غريب مزبوط. الحجاب ما بحب الشيء اللي يعني مش الطبيعي، الشيء اللي بتشوفيه عاده. حلو البنت تتغير، يعني اذا انا كل نهار بشوف حالي بنفس النمط مش حقدر حاسس انه اوكي انا لازم جدد، لازم اعمل شيء جديد. سو بتتوجهي شوي للصبايا يعني بين ال 20 وال 30 35 ماكسيموم؟ فيك تقولي لل 45 لانه عندي ستات كثير بحبوا الالوان بيجوا لعندي بتقلي اوكي انا بدي هي القطعه اللي عاملتيها بس خفيفي لي مثلا شوي من او الوان. خفيفي لي شوي من مثلا الفانكينس، اعملي نورمال خليه طبيعي. هلا هيدا الكوليكسيون الجديد اسمه Last in the Twirl of Time. الكوليكسيون عبارة عن استوحيتها من وين؟ استوحيتها من كذا شغلة مبدئيا، بس كنت حابة عن جد دخل اشياء جديدة للمحجبة. يعني نحن وقت بدنا نلبس فرو بدنا ناخذ بعين الاعتبار تحت الفرو شو بدنا نلبس كرمال ما تشوبي كثير، لأنه بتعرفي الطقس عندنا برد وشو مش مفهوم شو وضعه. So عم فوت كنت كذا ديتيل بس بنفس الوقت she is wearing something very funky. حتى بالقماشات كمان دخلت حتى عم نلعب على شو عم بيصير تحت القماش. مثلا شير نحن كثير صعب تلبسي شير، سو انا لعبت لها بالكونسبت من تحت ومن فوق. شو لبسه تحته؟ هلا هي نو البطانه ات ريفلكتس وذ ذا جاكيت، نو اتس ا ون بيس بس البطانه معرقه مثل الجاكيت فوق مقلمه. سو هيدول الاشياء عاده ما بتلاقيهم ابدا. يعني انا اي فيس ات انا كمحجبه ما كنت لاقي هالاشياء اللي بدي اياها، سو مع الوقت صرت عم اقول اوكي لا ليت مي تراي ذس. من هون طلعت بالفكره وحبيت تدخلي مجال التصميم. ايه يعني بحاجه خاصه فيكي حبيت تصممي. 100% عن جد الفاشن هالايام كثير صعب. هلا نحن هلا اللي عم حاول اعمله تو بي اونست از عود الصبايا يلبسوا بطريقه دارجه بس بنفس الوقت عم تكون ملتزمه. أوكي. يعني خلينا نبلش بالشوز. بالشوز؟ ايه لانه أوكي. الشوز كمان نحن عاملين هون تيمبرلاند. اها اوكي. مبدئيا الفكره هي انه تلبسهم مع الجينز او فيها تلبسهم وذ سكيرت لانه أوكي. الصبايا ما كثير ما في كثير صبايا ببينوا ايش جايين من تحت. على نفس الطريق فيها تلبس تحتهم سوكس. اوكي.
ومثل ما انك شايفه كثير بستعمل كوتن، كثير بستعمل مستعمله البلاستيك this year، مدخلين الفايات اللي من جوا، اتس فانكي اتس ترندي. اشتغلتي يعني اكسسوار كمان؟ yeah. مش 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 كان التركيز بس على التيب، لكن اصعب انك تطلعي كولكشن ديزاينر يعني. حلو كل شيء يلبق مع كل شيء. وقتها تطلع معك فكره مهضومه، هلا هو هيدا التوب لازم يكون فوق البنطلون بس يلا ما حلا منها مشكله. الكونسبت هو اذا بدك تشيلي كل قطعه out of the section كيف انا ملبقتهم على بعض بتمشي معك على كذا قطعه ثانيه. عرفتي يعني ما عدت انا عم كمان حطها بحدود معين، لا فيك تقلبيها بكذا محل. وهذا الشيء it gives you freedom كمحجبه. بس يعني بنحس من تصاميمكم يعني كل حدا منكم في محل معين جرأه. جرأه حتى بالقماش اللي بتستخدموه مثلا، كمان شفنا العين، يعني بتحسي في هويه معينه لمرأة تقدر تلبس هالتصاميم. هذا اللي انتم اعتمدتوه مع بعض اللي كانت مقصوده ولا لا؟ لا مثاقبه عن جد مثاقبه. ليكي وقتها ثلاثه يجتمعوا سوا او جروب يجتمعوا سوا الا ما يكون مثل ما بيقولوا it rubs off on you، بتصير كل واحد بده يأجي الثاني انه اوكي this is how، يعني هيك لازم تكون الطريقه، هيك كلياتنا رح نمشي. عرفتي؟ وهذا الشيء نحن اتفقنا عليه انه نحن ما بدنا شيء موجود اوريدي ينعمل، نحن بدنا اشياء جديده، بدنا اشياء عصريه، بدنا اشياء ما حيلا حدا شايفها. ومشان هيك فيك تقولي الحمد لله it was good، the event was very successful. ان شاء الله نكبر اكثر واكثر ان شاء الله. ثانك يو صبايا، ثانك يو. ولهون بنوصل لختام حلقتنا لليوم من بي لايف، بكره حلقه جديده فكمان تابعونا وفقرات النوعه بانتظاركم. باي باي.